النهاردة يوم الجمعة 1 من أبريل. في هذا اليوم من كل عام بيحتفل العالم كله بيوم اليتيم. ده بيكون يعني بمثابة رسالة إن المجتمع مش نسيهم. والحقيقة طبعا إنه اليتيم له حق أصيل في المجتمع وليه حقوق وكمان ليه واجبات. من هذا المنطلق بيكون في دور مهم جدا لمنظمات المجتمع المدني مع الأيتام. يعني مثلا منها مثلا مبادرة وطن لتعليم الأيتام، هنتكلم عنها بالتفاصيل من خلال حوارنا مع ضيفتنا الموجودة النهاردة معنا في الاستوديو، دكتورة أماني هولة، رئيس إحدى الجمعيات الأهلية وأحد رواد العمل الأهلي والخيري في مصر. دكتورة أماني أهلا بيكي معنا. أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين طيبين. احنا طبعا يعني النهارده احنا 1 ابريل يوم اليتيم، بدايه ازاي شايفه اهميه يعني فكره تخصيص يوم العالم كله بيحتفل بيه بيوم اليتيم؟ والله هي فكره يعني ايجابيه جدا، وهي انا مش عايزه اسميها ان احنا بنحتفل بيه بقدر ما احنا بنتذكر ان احنا مفروض طول السنه نجتهد، وهذا اليوم هو يوم الحساب. يعني احنا بنشتغل طول السنه وبنجمع الثمار او بنجني الثمار في اليوم دوت وهكذا، ويبقى حافز لانه يوم واحد ما يكفيش ان احنا نحتفل فقط بيوم اليتيم يعني ونفتكر نفتكر اليتيم في هذا اليوم وطول السنه يعني ما يكونش موجود يعني. بالظبط بالظبط. طيب يعني لو هنتكلم على اليتيم، لو هنتكلم على الاحتياجات النفسية والاحتياجات الاجتماعية، شايفاها ازاي بالنسبة للطفل اليتيم؟ الأول خليني أتكلم في البداية خالص يعني إيه يتيم؟ شريحة اليتيم للأسف بقت ممتدة جدا. أولا اليتيم لغويا هو فاقد الأب فقط. اللي بيفقد الأم بنسميه يتيم الأبوين، أو بنسميه اللي بيفقد الأم بيسميه لطيم. فالحقيقة أنا شايفة أن اللطيم هو الأكثر تعرضا للمشاكل والاحتياج للمساعدة. لكن خلينا بنتكلم بشكل عام، يعني يتيم اللي فقد أبوه فقد حياة قد يكون أفضل حالا من اللي أبوه موجود وبيطالبه بأنه هو اللي يقوم بدور الإنفاق على الأسرة. دي بقى الكارثة، ودي اللي نسبة بقت كبيرة جدا وللأسف بتزيد كل يوم بسبب الممارسات السلبية اللي أحيانا التعاطف الغير واعي للمواطن البسيط بيسببه. بمعنى إيه؟ أنا لما بقى أب مخلف لي 4 5 عيال وبسرح الولاد بإشارات، طبعا بيع السلع التافهة هو نوع من التسول في النهاية، سواء بقى بيبيع كلينكس مع انه من حقه يكون في المدرسه ويكون يعني يعني بيمارس حياته الطبيعيه كاي طفل عادي. بالظبط. فما الطفل ده يرجع لي اخر اليوم معاه 100 جنيه ولا 50 ولا 200 ايا كان، يعني هل تعتقدي ان اب غير مسؤول اما يلاقي عنده حصيله من 3 4 اطفال مبلغ وقدره وهو قاعد على القهوه وللاسف ما عندوش واعز لا من ضمير ولا من رقابه من الدوله عليه؟ اكيد هيكون سعيد بالحاله ديت ومش هيحاول ان هو يعلم ابنه، او شايف انه كثره الاطفال ده مصدر رزق ليه. بالظبط. فبالتالي انا بضم الشريحه دي للاطفال الاكثر احتياجا، لان هو ده حبيبي، بالعكس ده المفروض يكون امين عليه، هو اللي بيفرط في حقه. فانا بستاذنكم ان انا مش بس عايزه اهتم بالطفل فاقد الاب، ولكن اللي ابوه موجود وغير مسؤول. دي اول حاجه. بالنسبه بقى لفكره رعايه الاطفال مع دور واحتياجاتهم بقى النفسيه والاجتماعيه، لان اكيد ليهم احتياجات مختلفه، ازاي يقدر يوصل للصحه النفسيه المتوازنه؟ احنا لازم دايما نتحرك في حدود يعني دائره علاقاتنا، ان احنا نحاول نمارس الاحساس الجميل بالعطاء مع كل اللي حوالينا، من اول ابسط حد لغايه كل المحيطين بينا، لان للاسف بدا يبقى الناس انشغالات الحياه وتركيزهم على السعي وراء الرزق او كده، افقدنا جزء من قدرتنا على العطاء. مع ان العطاء المعنوي، يعني عايز اقول لك الطبطبه، الكلمه الطيبه، النصيحه المخلصه، دي في حد ذاتها ممكن تغير حياه بني ادم اكتر ما ترمي له مبلغ من المال وتمشي. فاحنا مفهومنا للعطاء للاسف اختزل الى عطاء مادي عشان اخلص وخلاص، لكن بينما مسؤوليتي كانسان ربنا انعم عليا بان عندي نعم كتيره قوي، وفي حواليا ناس اقل مني، فهي بيصبح مسؤوليه اوتوماتيك او مسؤوليه تلقائيه ان انا لازم اهتم بيهم وبقدر استطاعتي احاول ان انا اساعدهم.
صحيح. طيب يعني هل شايفة فكرة الوصول بقى للصحة النفسية، زي ما احنا عارفين طبعا انه الطفل اليتيم يعني بيعاني بشكل كبير جدا بالفقر العاطفي، هل ده معناه انه يعني بيحتاج معاملة خاصة او معاملة مختلفة؟ اكيد طبعا، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى اوصى باليتيم في اكتر من آية. واليتيم كمان لازم نحط في اعتبارنا انه هو من غير حتى ما حد يجرحه او كده، هو مفتقد حاجه كبيره جدا في حياته. فاحنا لازم نتعامل بالمنطق ده ونحاول نضيف له ونحاول نكون احنا يعني عوض ليه. وده ثواب كبير جدا، يعني يمكن ثوابي في رعايه طفل يتيم اكبر من ثوابي في رعايه ابني، لان ابني ده مسؤوليتي وربنا سبحانه وتعالى. والرعايه ما تبقاش رعايه ماديه فقط، لا خالص. انا بقول لك الكلمه الطيبه ممكن تغير حياه بني ادم وتحوله لانسان سوي اكتر، بينما العكس بيولد مشاكل وعقد نفسيه، واحيانا بيتحول الى درجه ارتكاب بعض الجرائم، وبالتالي نرجع نعاقبه. طب ما انتوا اصلا اللي حولتوه لهذا الانسان المخطئ بسبب عدم وجود رعايه كافيه ليه. طيب دكتوره اماني، عايزين نتكلم بقى على دور مؤسسات المجتمع المدني يعني في رعايه الايتام. اسمحي لي، انا لسه كنت بقول لك ان انا بحب استعيد بكلمه يتيم بشباب قد التحدي. وانا بقول شباب مش اطفال، ليه؟ لان انا مستهدفه في المبادره بتاعتي الشاب الصغير اللي على وشك التخرج من دار الرعايه. بمعنى ايه؟ الشاب اللي في دار الرعايه او الطفل اللي في دار الرعايه لما بيوصل لمرحله سن 18 سنه وما بيكونش بيكمل تعليمه الجامعي، فالدار اوتوماتيك بتخرجه، هو كده خلاص انهى وجوده معاها، ومفروض بقى انه يواجه الحياه. فطبعا شاب عنده 18 سنه ما عندوش اهل، ما عندوش سند، ما عندوش فلوس، ما عندوش حتى، ما عندوش يمكن مكان يعني حتى يقعد فيه. بالظبط، ما عندوش مكان وما عندوش كمان شهادة، لأن هو لو كان مكمل تعليمه كان هيستمر في الدار للتعليم الجامعي، فهو يعني بقى فاقد جزء مهم جدا في حياته هو التعليم، وكمان فجأة بقى لوحده في الدنيا. فهو الشاب دوت اللي بعتبره فعلا ابننا اللي مفروض نحتضنه، والمبادرة دي معمولة علشانه. هي ببساطة ان احنا بنستهدف الشباب الصغير من سن 16 ل 18 اللي هو مرحلة ما قبل التخرج من دار الرعاية، ان احنا بنعلمهم اكتر حاجة سوق العمل محتاجها. وهي ايه؟ كنا زمان بنقول التدريب المهني، احنا دلوقتي بنقول التدريب التكنولوجي. تكنولوجي لان الدنيا تطورت، ما بقاش دلوقتي العامل اللي ماسك البتقاب والشاكوش والعدد، لا الدنيا اتغيرت، وسوق العمل كمان نفسه، هو كمان نفس يعني سوق العمل اتغير بشكل كبير. بالظبط. فدلوقتي احنا عندنا العامل لازم يكون بيفهم في الكمبيوتر وبيعرف يشغله، ما بقاش في مفهوم المجهود البدني ولا الدوت، طبعا مطلوب لكن مش هو الاساس. فاحنا عايزين نؤهل الشباب دول انهم يكونوا مدربين بحيث انهم بيبقوا فنيين للتعامل مع الاجهزه التكنولوجيه. عادل، الاخشاب، القماش، الجلد، البلاستيك، الاكريليك، كل الصناعات تقريبا هتلاقي فيه جزء من مراحل الانتاج في مكان. فاحنا بنحاول نعلم الشباب دول المبادئ الاساسيه من اول نظريه الصناعه ونظريه تركيب المكنه لغايه الصيانه اليوميه البسيطه، لغايه صيانه الحاجات البسيطه فيها، لغايه التعامل من خلالها مع الكمبيوتر، لان كل المكن ده مرتبط باجهزه كمبيوتر، فلازم نعرفهم مبادئ البرامج اللي بتنفع تتماشى مع المكن دوت، بحيث ان هو في خلال المنحه اللي احنا بنعلمه فيها بيخرج منها بنسميه اوبريتور او مشغل مكنه محترف، يعني يعرف يقف قدام المكنه ويسد بمنتهى الثقه. طيب هل التخصص ده موجود؟ للحقيقه مش موجود. اللي موجود في سوق العمل يا اما مهندس، يا اما عامل باكتساب الخبره، يعني بيقف الاول يتفرج وبعد كده يبتدي يتعلم واحده واحده، فالنتيجه ان ما بقاش فيه او لسه ما تكونش فريق او كادر مهني او مساعد مهندس او فني محترف في هذا المكان، الا بالخبره التلقائيه بقى بالممارسه. بداتم فعلا في المبادره؟ احنا حاليا عملنا المنهج وبنحاول نوجد جهة اعتماد وبنخاطب بعض الاماكن بحيث ان تبقى كمان معتمدة بشكل رسمي وفي حالة انتقاء للشباب بتاعنا. ازاي هتوصلوا بقى للشباب المستهدف؟ احنا بنتكلم من 16 ل 18 سنه بس، يعني بالتاكيد هيبقى عندكم العدد مثلا محدود في كل مرحله. هو الكورس بيبقى عدده 7 افراد فقط، لان عشان يعني كل حصه بيعمل جزء عمل، يشتغل على المكنه بنفسه وبيطلع منتج بنفسه عشان يحس بقيمه التدريب.
فاحنا دلوقتي مستهدفين دور الرعايه التابعه لوزاره التضامن، وبنعمل انترفيو لان المفروض ان الشاب اللي هياخد المنحه دي مكافاه، زي ما بنسمع ان في حد بيجي له منحه دراسيه او كده، هو ده نوع من يعني في معايير للشباب المستهدف. طبعا ايه هي اهم المعايير دي؟ اهم المعايير دي اولا يكون بيجيد القراءه والكتابه حتى لو ما حصلش على شهاده، يكون بيتعامل مع الكمبيوتر ولو كحد ادنى، يكون طبعا مهذب ويعني على خلق ويستحق انه يتميز عن غيره او يتحط في قائمه الانضمام قبل غيره بناء على اخلاقه ورغبته في العمل ورغبته في انه يتعلم ويكتسب معلومه. طبعا ظروفه اكثر صعوبه بيبقى له برده اولويه، خاصه لو عنده بعض الاعاقات البسيطه اللي ممكن لا تعرضه للخطر في التعامل مع المكنه، زي مثلا فئه الصم، دول حبايبي عندهم قدره مهنيه جيده جدا وما بيتمش استغلالهم بشكل جيد، وهكذا. فدي المعايير. طب هل في بقى متطوعين يعني هم اللي بيدرسوا بقى الشباب بقى الكورسات دي؟ او احنا معتمدين على محترفين مش متطوعين في التدريس عشان نضمن كفاءه، بس بيشتغلوا بشكل تطوعي بحب وبرغبه طبعا في العمل، ولكن عندنا بقى متطوعين بيساعدوا، يعني المتطوع بيساعد في عمل الانترفيو، مساعده الشباب دول على فهم الموضوع ككل، بعض الجوانب التدريسيه بتكون ممكن نسمح للمتطوع هو اللي يشرحها، زي مثلا برنامج مثلا فوتوشوب او الكورل درو، في بعض اجزاء فيها تعامل مع الكمبيوتر فممكن يتعاون مع الخبير المحترف. طب الخبير المحترف يعني لما هيجي هيتعامل مع يعني ايتام، هل بيكون ليه برضو معايير محدده علشان نجيب شخص قادر على التعامل مع يعني فئه مهمه زي فئه الايتام؟ طبعا احنا بالفعل عندنا حد من اللي هو مبتكر او مجمع المنهج بشكل احترافي جيد جدا، وهو حاصل على شهادات عده في التعامل مع الفئات المختلفه، وفي نفس الوقت هو عنده خلفيه في التعامل مع الشباب والاطفال، يعني الحس الانساني عنده والاخلاقي عالي جدا، فده بيطمني ان انا هيتعامل مش بس انا بعلمه بعض المهارات الحرفيه، انا بعلمه اخلاق مهنه، ثقافه مهنه، احترام مهنه، دي حاجات مش لازم يبقى لها منهج واضح لكنها بتكتسب من خلال الشرح ومن خلال التواصل ومن خلال سرد المواقف المختلفه، بحيث ان الشاب دوت لما يخرج يتعامل في مكان احترافي بيحترم مواعيده، مظهره لائق، بيعرف يتكلم ازاي مع اللي حواليه سواء زملائه او مرؤوسيه، بيعرف ازاي يحترم الخامه ويحافظ عليها، احساسه بامانه المنتج اللي معاه، الغش التجاري، يعني في تفاصيل كتيره بتكتسب ما بين الكلمات زي ما بيقولوا، لكنها مهمه جدا، وهي دي اللي بتفرق بين عامل عنده اخلاق وعنده ضمير وعامل تاني للاسف بيعمل حاجات بكروته او بطريقه سيئه. دكتور امان، يعني بنتكلم على يعني تدريب تكنولوجي وبنتكلم عن مراحل مختلفه بحيث ان الشاب مثلا يتخرج ويكون موجود في سوق العمل، هل شايفة أنه ثقافة المجتمع في التعامل مع الشاب اليتيم اتغيرت عن زمان؟ بنتمنى، احنا شعب عاطفي طبعا وعندنا قدر كبير من الرحمه، وبتبقى الاستثناءات هي اللي فيها نوع من القسوه او الاهانه، وبنتمنى طبعا بقدر الامكان ان احنا نقضي عليها، وبنناشد الناس، وخاصه يعني هو كل ما ارتقى الانسان كل ما بعد عن التصرف بهمجيه او احساس باهانه الطرف الاخر، فبنتمنى دوت، وبنتمنى برضو من سواء دور الرعايه او وزاره التضامن عموما انها يستمر اشرافها على شبابها وابنائها اللي في كل دور الرعايه. حتى كنا قبل التسجيل بنتكلم على اهميه الرقابه الشعبيه، مش بس كمان الوزارات والجهات المسؤوله. طبعا انا بناشد من خلال برنامجك الجميل دوت كل حد بيسمعني، ارجوك نعمه ربنا ان عندك اسره وانك انت انسان ربنا حفظك من حاجات كتيره جدا زكتها بانك انت تعبر عن ده بانك تساعد غيرك، مش بس بالفلوس، ابسط حاجه بالرقابه الشعبيه اللي انت قلتي عليها. لو لما يبقى في دار ايتام، وطبعا دار الايتام دي ليست ملكا لاحد، هي ملك للدوله وبيمثلها وزاره التضامن، يعني مش من حق مثلا واحد انشا دار ايتام انه يقفل عليها المفتاح وخلاص انا بقى واخد الولاد دول اعمل فيهم اللي انا عايزه، لا مش من حقه، انت من حقك كمواطن مصري دافع للضرائب اللي هي جزء منها يعتبر
ميزانيه وزاره التضامن انك تخبطي على الباب. نحترم قواعد المكان لو له مواعيد او كده، لكن من حقنا ان احنا نشوف الاطفال ونطمن عليهم عشان ما نسيبش فرصه لانسان سادي او شخص غير سوي ان هو يستغل الاطفال. في للاسف بعض النماذج اللي احنا شفناها يعني بالظبط. لو في رقابه شعبيه ممكن يعني، وناس بتروح ومتواجده يعني يعني بشكل واسع، ده مش هيحصل نهائي، هيخافوا. وخاصة على المداومة يعني. أنا بستأذنكم المداومة، لأن أولا الأطفال دول بيرتبطوا كمان باللي بيجي يشوفهم. ففكرة أن هو كل أسبوع يلاقي ناس جديدة، هو بيدور على بابا، بيدور على ماما، بيدور على أهل. فأما كل شوية ألاقي له واحد شخص مختلف جاي بيسلم عليه وبيديله شوية حب وحنية ويختفي، ده بيكون يعني يؤثر سلبي. نفسيا بشكل سلبي طبعا. الافضل انه يتكون الصديق الاكبر او الاب الروحي او ايا كان المسمى، بحيث ان انا ارتبط بطفل وابقى بهتم بيه بشكل لطيف، ويبقى في فرصه. ودي الحقيقه في كذا دار عاملاها الفكره ديت، بس بستاذنكم يا ريت انها تبقى ثقافه عامه، ويبقى كل واحد فينا عنده طفل او اثنين بيتابعهم، بيعرفهم باولاده. ممكن يستاذن الدار بعد بنظام معين ان هو يخرجهم من وقت لاخر، يبقى في ارتباط، يبقى حاسس انه ليه عنده اسره يعني بالزبط. عنده أسرة تخليه مؤهل إن هو يبقى أوبريتور أو مشغل. في بقى مراحل أكتر من كده عشان يتحول إلى بداية إنه يبقى مصمم. ودي طبعا بتاخد وقت أكتر، بس إحنا يهمنا الأساس الأول إن هو. ودي دي كمؤسسة المبادرة، دي كبداية. إحنا بنتكلم عن كم طالب في الأول؟ هو الكورس نفسه 7، لكن ممكن نعمل عدد كورسات. هل في تفكير بقى بعد كده إنه ممكن مثلا لو نجحت التجربة إنه يعني يتم التفكير إن إحنا نوسع أكتر؟ طبعا، ممكن كمان ندي الفكرة لآخرين يكملوها في محافظات أخرى مثلا. صحيح، كنت عايزة أتكلم على مسألة المحافظات يعني. هل ممكن يبقى فيه اهتمام بالمحافظات الأخرى، الشباب اللي موجود هناك؟ طبعا يساعدنا جدا، بالعكس أنا يعني بحس إن هم أكثر احتياجا للمبادرات ديت، لأن في القاهرة في فرص يمكن بديلة. يمكن كمان المحافظات يعني في كل محافظة في يعني أنواع مهن أو يعني شغل مميزة. مختلف مميزة عن المحافظات الأخرى. هنحاول يبقى عندنا قدر من المرونه، بحيث ان في كل منطقه نحاول نعمل فيها. وفي بعض المحافظات النائيه الحقيقه اللي بتبقى محتاجه طبعا انه يعني يبقى فيها اهتمام اكبر يعني. طبعا، والحقيقه طبعا مبادره حياه كريمه الحقيقه يعني قايمه بمجهود رائع، فاحنا هنحاول نبقى ماشيين بالتوازي معاهم ان احنا نكتشف المناطق الصناعيه اللي ممكن تكون عندها نقص في العماله المدربه، ونحاول نوفر لهم التدريب. دكتوره اماني، قبل ما نختم معاكي، ايه الكلمات الاخيره اللي توجهيها يعني بمناسبه ان احنا بنحتفل باليوم العالمي بيوم اليتيم؟ انا بتمنى من كل انسان مصري يحط في جزء من حياته ان هو يبقى عنده اهتمام مجتمعي بشخص في حاجه الى الاهتمام، سواء من الاسره طبعا، وده من باب اولى والاقربون اولى بالمعروف، او من الدائره الاوسع فالاوسع. لكن ما ينفعش فكره التعاطف السلبي او العشوائي ان انا بدي ناس في الشارع او بس بخضع للابتزاز المعنوي اللي ببعض الناس بتجتهد انها تعمله. فبستاذنكم ان هو دوت اكبر جريمه انتم بترتكبوها من غير ما تقصدوا. انتوا قصدكم خير، لكن فعلا ده بيخلي اهل او ابهات يحرموا اولادهم من فرصه التعليم، او عم او خال يحرم يستسهلوا الطريقه دي فيضيعوا فرصه التعليم عند ابنائهم. بالظبط. فرجاء اولا التعاطف العشوائي بان انا ادي فلوس في الشارع او اساعد ناس ما اعرفش صدق رواياتهم، ارجوكم بطلوه ودوروا في البديل له، انك انت جمع، انا اسف يعني، الجنيه والخمسه والعشره، جمعهم واعمل بيهم حاجه واحده مفيده في السنه لبني ادم انت واثق انك هتغير حياته بيها، افضل ألف مره من صحيح. المساعده العشوائيه. استاذه دكتوره اماني هوله، رئيس احدى الجمعيات الاهليه، انا بشكرك شكرا جزيلا يعني على هذا الحوار. الحقيقه فكره من اجمل الافكار. بنتمنى طبعا ان احنا يبقى عندنا يعني منظمات مجتمع مدني، وفعلا انها ان هم يفكروا فعلا في افكار زي دي فعلا تفيد الطفل اليتيم بعد كده. ربنا يخليكي وبشكرك، ويا رب ان شاء الله كل واحد بيسمعنا يفكر ويعيد تفكيره تاني، وان شاء الله نقدر نحقق لاولادنا احساس بالامان، وده اهم حاجه، لان ده يعني مستقبلا بيمنع جرائم، بيمنع امراض نفسيه، بيمنع امراض مجتمعيه. فيا رب ربنا يعيننا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر كل الساده المشاهدين، والى اللقاء.